السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة المسيلة في الساحة المقابلة للجامع الكبير تاع مدينة المسيلة، يعني أكبر جامع في مدينة المسيلة. واليوم نتعرف على أولا الساحة العمومية المقابلة للجامع، ثم ندير فيديو على الجامع في نفس حد ذاته. إذن اليوم نكتشف في هذا الفيديو الساحة العمومية، واحدة من الساحات نتاع مدينة المسيلة إذن اللي رانا فيها اليوم. ولاحظ يعني زخم عمراني ما شاء الله في مدينة المسيلة، وهذه الساحة كبيرة، يعني الساحة في وسط مدينة المسيلة، رغم أنه الوسط في مدينة في مدينة المسيلة ما عنده حتى معنى، ما عندناش وسط في مدينة، يعني كل الأحياء تقريبا فهي عندها نفس يعني التطور العمراني ونفس الأهمية. ما كاش وسط تاريخي لمدينة المسيلة، ما فيهاش وسط تاريخي. أنا سقسيت على يعني ما يسمى بالسنتر فيل، لكن لا يوجد سنتر فيل هنا. إذن على كل حال رانا في منطقة معينة من مدينة المسيلة، ورانا في هذه الساحة الكبيرة المقابلة للجامع، ونتجول نكتشف هذه الساحة الكبيرة. إذن خليكم تتابعوا، والسلام عليكم. رغم أنه الساحة هذه تعتبر كبيرة كبيرة، والشكل ديالها التصميم جيد، لكن تحتاج إلى إعادة تجديدها، لأنه التغليف الأرضي هذا غير لائق، وتحتاج إلى تجديد لكل يعني التغليف الأرضي، وكذلك الحواف نتاع المساحات الخضراء تستحق إعادة تجديد وتأهيل. إذن هذه هي، نشاهد الساحة يعني الكبر ديالها ما شاء الله، وجاية مقابلة الجامع الكبير تاع مدينة إذن المسيلة. هذا نشاهدوا فيه، نخليكم تتابعوا، والسلام عليكم.
هذا البتاع كهرباء. Yeah, it's fine.